الله وبركاته. إن شاء الله معانا النهاردة مع الدرس الثالث من البيوكيميكال تيستس. النهاردة هناخد التحليل اسمه فوجاس بوسكاور تيست. فوجاس بوسكاور تيست دوت عبارة عن الباثوي الثاني. احنا خدنا المرة اللي فاتت قلنا ان البكتيريا بعد ما تكون البيروفيك اسيد، البكتيريا ليها سلوكين مع البيروفيك اسيد. سلوك بنسميه الميكسد اسيد فيرمنتيتف باثوي، وقلنا ده بتعمله بعض البكتيريا بتنتج بيه احماض قويه سترونج اسيدز من البيروفيك اسيد. وقلنا امثله عليه الاشريشيا كولاي، قلنا الشجيلا، قلنا اليوسينيا. الحاجات دي كلها بتبقى ماشيه في الاتجاه ده، انها بتدخل البيروفيك اسيد في الميكسد اسيد فيرمنتيتيف باثوي. وقلنا الباثوي التاني اللي هو اسمه بيوتايلين جلايكول باثوي. في بعض البكتيريا زي الكليبسيلا مثلا بتدخل البيروفيك اسيد بعد انتاجه من الجلوكوز، بتدخله في باثوي يطلع نيوترال اند برودكتس، يطلع نيوترال اند برودكتس. خدنا المرة اللي فاتت الميثايل جيت والميثايل جيت تيست، والنهاردة هناخد تيست اسمه فوجاس بوسكاور تيست. فوجاس بوسكاور تيست الفي دي اختصار من الايه، من قلنا احنا المرة اللي فاتت خدنا فيه تحليل اسمه اي ام في اي سي، صح؟ ام اي ام في اي سي تيست. الفوكس بوسكاور تيست الفي بي دي اختصار للايه، الفي بورشن الفي اي من التحليل، من الاربع تحاليل دول. احنا المفروض قلنا ان الاي دي مش رمز الايه لتحليل، دي محطوطه بس عشان الايه القافيه، فده الاختصار التحليل الثالث من التحاليل الاربعه اللي هو الاندول تيست، الميثايل ريت تيست، الفوكس بوسكاور تيست، الستريت تيست. التحليل دوت بيعتمد على ايه، النظريه الفكره بتاعته. احنا قلنا المره اللي فاتت ان البكتيريا ليها الانتستاينال بكتيريا بتدخل البيروفيك اسيد في واحد من اثنين باثويز. النهارده هناخد الباثوي اللي هو البيوتايلين جلايكول باثوي. اللي اكتشف التحليل دوت التست ده اثنين علماء، واحد اسمه فوجاس والتاني اسمه بوسكاور، فسموا التحليل على اسمهم. وهما اللي اكتشفوا ان الاند برودكت اللي بيطلع من الباثوي ده بيدي لون احمر لما يتعالج مع البوتاسيوم هيدروكسيد، لما يتعالج مع البوتاسيوم هيدروكسيد، فسموا التحليل دوت بايه، باسمه. طيب احنا محتاجين نعرف زي كل مره ايه هو البرنسبل اللي على اساسه اتبنى التست. قلنا نفس الكلام المره اللي فاتت ان في خصائص للبكتيريا هي المسؤوله عن ان احنا نقول ايه هو البرنسبل بتاع التست. هنقول هنا اهو، بصوا في الميكانيزم ده كده. احنا قلنا المره اللي فاتت ان كل الانتاج بكتيريا بتطلع بيروفيك اسيد من الايه، الجلوكوز. الجلوكوز ده 6 كربون بيتحول لبيروفيك اسيد 3 كربون، كل الانتاج البكتيريا كده، تمام. خدنا المره اللي فاتت ان في باثوي بيدخل البيروفيك اسيد في حاجه اسمها ميكسد اسيد فيرمنتيتيف باثوي، وبيدينا هنا ايه، سترونج اسيدز لاكتيك والاسيتيك والفورميك اسيد. لا النهارده بقى لا، الباثوي التاني اللي هو البيوتايلين جلايكول باثوي. البيوتايلين جلايكول باثوي ده بيخلي البيروفيك اسيد يديني حاجه اسمها اسيتوين. الاسيتوين ده اند برودكت، نيوترال اند برودكت، تمام. لما نعالجه بالالفا مفصول مع البوتاسيوم هيدروكسيد يديني الريد كلر كومبلكس، الريد كلر كومبلكس. اللي اكتشف الكلام دوت العالمين فوجاس وبوسكاور، وسموا التحليل على ايه، على اسمه. طيب ازاي بنعمل التحليل؟ احنا محتاجين ايه النهارده؟ محتاجين بكتيريا الكالتشر، واحده هتبقى فيها الايكولاي، ودي هتمثل الايه، الفوجاس بوسكاور نيجاتيف تيست، اللي هي ما بتديش اند برودكت نيوترال اند برودكت، دي بتدي ايه، سترونج اسيد الايكولاي. وهناخد من العيله الثانيه الانتيجو باكتر ايروجينز، دي اللي هتمثل الفوكس بوسكار بوزيتيف
بكتيريا. تمام، هنحتاج الميثايل ريد فوكس بوسكار بروث تيوبس، هنملأ كل أنبوبة بخمسة مللي من الإيه من البروث ده. هنحتاج كام أنبوبة؟ هنحتاج ثلاث أنابيب، واحدة هنعملها انيكيوليشن بالإيكولاي، والتانية هنعملها انيكيوليشن بالإنتيروباكتر إيروجينز، والتالتة هتبقى أن انيكيوليتد عشان تبقى كنترول. واضح؟ طيب هنحتاج ألفا نفسول، ده عبارة عن 5% من الألفا نفسول دايب في أبسوليت الكحول، وهنحتاج بوتاسيوم هيدروكسيد تركيزه 40%، يعني هنجيب 40 جرام وندوبهم في 100 مللي ديستل دور عشان يبقى تركيزه 40%، وطبعا ده كده هيبقى سترونج الكالي. هنحتاج تيوبس، قلنا هنحتاج تلت انابيب، هنحتاج الانيكليتنج لوب، هنحتاج البنسن برنر، وهنحتاج انكيوبيتور. هنبدأ طبعا التحليل بتاعنا بالطريقة المعتادة، ان احنا هنعمل ايه؟ هنعمل انيكيوليشن للايكولاي في انبوبة، وهنعمل انيكيوليشن للانتيروباكتر ايروجينز في انبوبه، وهنسيب الانبوبه الثالثه از ان انيكيوليتد از كنترول. تمام، الثلاثه دول هنعمل لهم انكيوبيشن عند 35 لمده 48 ساعه، عند 35 درجه لمده 48 ساعه. تمام، بعد 48 ساعه ما تخلص هنطلع الانبيب ونحط ست نقط من الالفا نفسل. خد بالك احنا الترتيب ده مهم جدا، ان انا ابدا بالالفا نفسل، هنحط ست نقط من الالفا نفسول ونقطتين من الايه من البوتاسيوم هيدروكسيد تو ذا بروث كلتشر. تمام، عملت انا كده الايه التحليل. ايه اللي انا بقى هلاقيه؟ هيديني ادي الكنترول تيوب الكنترول بتاعتنا. طيب هيديني البوزيتيف تيست، البوزيتيف فوكس بروسكاور تيست، الاند برودكت ده هيتفاعل مع الالفا نفثول والبوتاسيوم هيدروكسيد ويديني لون بينك ريد، بينك ريد كلر زي ما احنا شايفينه كده في الصوره، بينك ريد كلر. تمام، دي الانبوبه بتاعه الانتيروباكتر ايروجينز. طيب التيوب اللي احنا حقنا فيها الانتيرو الايكولاي مش هتديني اللون البينك الايه ريد كلر، بس خد بالك ممكن تديني لون ممكن يعمل ممكن يعمل فولس بوزيتيف اللي هو بنسميه كبر لايك كلر. تمام، يعني يا اما الانبوبه دي تطلع بالشكل اللي انت شايفه ده مديها كبر لايك كلر فوق كده، او تطلع كلرلس. الكلرلس هتبقى نيجاتيف، طب والكبر لايك كلر برضه هتبقى ايه؟ هتبقى نيجاتيف. واللي بيدي الكبر لايك كلر ده البروس نفسه، عشان كده لازم نقرا التحليل في من 10 ل 15 ايه دقيقه، لازم اقرا التحليل اقراه من 10 ل 15 دقيقه. طيب يقول لك البوزيتيف في بي تيست، البوزيتيف فوكس بوسكار تيست ده بيكون بينك ريد كلر على السطح في خلال 15 دقيقه within 15 minutes. تمام، بعد ما نحط الايه الريجنتس. ما ينفعش ااخر التحليل عن اكتر من ساعه، لان الفوكس بوسكار كلتشر نفسها البروث نفسه بيديني حاجه اسمها كبر لايك كلر، فده ممكن يديني فولس ايه بوزيتيف، يعني اللون الكبر لايك ده جاي من البروث نفسه، فانا ما ينفعش اخر قراءه التحليل عن ايه عن ساعه بعد ما اضيف الايه الريجنت. هنا هيدينا بقى مقارنه بين الايه التو باثويز، ده الباثوي اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، ان الجلوكوز كل الانتريك بكتيريا بتحوله لبيروفيك اسيد في اليوم الاول، وبعد كده بيخش في الباثوي اللي هو ميكسد اسيد فيرمنتيتيف باثوي، يديني لاكتيك اسيد فورميك اسيد اسيتيك اسيد، ده مع الميثايل ريد انديكيتور بيديني ريد كلر في الوسط الحامضي شديد الايه الحموضه. الميكانيزم الثاني بتاع النهارده ان الجلوكوز بيتحول لبيروفيك اسيد، وبعد كده بيدخل في البيوتيلين جلايكول باث واي هيديني الاسيتوين، الاسيتوين ده بالمعالجه بتاعته مع الالفا نفسول البوتاسيوم هيدروكسيد يديني ريد كلر كومبلكس. اظن درس النهارده سهل جدا وعباره عن يعني ايه كمال الدرس بالنسبه للميثايل ريد تيست، وارجو ان شاء الله تكونوا فاهمين، وان شاء الله نشوفكم في التحليل الجاي. المره الجايه ان شاء الله هناخد الكاتاليز تيست. السلام عليكم ورحمه الله.